هنا الآن لفريق دفاع الحسن الجديد وهدف خطأ فادح، خطأ فادح للغفير، خطأ فادح نامين لجاغ يسجل الهدف وفرحة عارمة لفريق الدفاع الحسن الجيدي. خطأ فادح لهشام الغفير، نتابع الإعادة. نامي لجاغ تغل مرر وخطأ فادح للحارس غفير هشام. خطأ فادح وهدف في توقيت يمكن أن نعتبره بأنه توقيت جيد بالنسبة لفريق الدفاع الحسني الجديد.